حصر الأصوات في المرحلة الأولى والعليا للانتخابات تعلن النتيجة الأربعاء أو الخميس. شهيد فلسطيني جديد برصاص الاحتلال وارتفاع الحصيلة إلى 47 شهيدا منذ بداية أكتوبر. وعشرات القتلى في سوريا بينهم مدنيون في ضربات روسية استهدفت اللاذقية. موجز الأخبار من النهار اليوم، أهلا بحضراتكم. تواصل لجان الانتخابات العامة بالمحافظات عملية حصر الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتي جرت في 14 محافظة على مدار يومين، وأظهرت نتائج غير رسمية تقدم قائمة في حب مصر في معظم المحافظات، إلا أنها ستخوض جولة الإعادة مع قائمة حزب النور في مطروح. أما مرشح الفردي فإن معظمهم لم يحسم فوزه، وستكون جولة الإعادة يومي 26 و27 من الشهر الجاري بالخارج، ويومي 27 و28 بالداخل. أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الوارد أن تكون يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، مشددا على أن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية ستعلنها اللجنة بعد إجراء الحصر الكامل للجان الانتخابية العامة، مضافا إليها نتائج الحصر الخاص بتصويت المصريين في الخارج. ونفى مروان صدور أي بيان من اللجنة عن نسب مئوية أو حصر لعدد الحضور أو المشاركين في الانتخابات حتى الآن. أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن اعتقاده بأنه من السابق لأوانه التعليق على الانتخابات البرلمانية في مصر، لكنه يأمل أن يذهب الشعب المصري عدد كبير للتصويت. وأكد موران أن الاتحاد الأوروبي يؤيد خريطة الطريق والبرلمان جزء مهم منها، موضحا أنه كلما أسرع البرلمان في تأدية دوره كان ذلك أفضل للشعب المصري ولعلاقات مصر بالعالم الخارجي. أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أنه لا تهاون في تطبيق ضوابط وإجراءات الحماية المدنية في جميع المنشآت سواء السياحية أو الصناعية. وخلال اجتماع عقده اليوم بشأن منظومة الدفاع المدني والحرائق، أكد إسماعيل ضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يخالف ضوابط واشتراطات الدفاع الأمني داخل المنشآت، وذلك طبقا للقانون وبهدف الحد من الحرائق التي تمثل تهديدا للدخل القومي. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي بالأردن على مدى يومين، ومن المقرر أن يؤكد شكري في كلمته أمام المؤتمر الموقف المصري الذي يدعو إلى تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة أزمات المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف وما يترتب على ذلك من صراعات ينتج عنها موجات من الهجرة غير الشرعية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم في منطقة بيت عوى جنوب غرب الخليل، وذلك برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأضافت الوزارة أن جنود الاحتلال أطلقوا رصاص الحي بشكل مباشر على الشاب مما أدى إلى استشهاده على الفور. وباستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر إلى 47 شهيدا منهم أسير قضى نحبه نتيجة الإهمال الطبي داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي. وفي سوريا لقي نحو 45 شخصا على الأقل مصرعهم في غارات جوية شنتها مقاتلات روسية شمال محافظة اللاذقية غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا فيما أعلن المرصد أن حصيلة قتلى الضربات الجوية التي تشنها الطائرات الروسية في سوريا منذ أواخر سبتمبر الماضي وحتى الآن بلغت 370 شخصا على الأقل، معظمهم من مقاتلي الفصائل.
ورياضيا، تنطلق اليوم النسخة الجديدة من مسابقة الدوري العام لكرة القدم للموسم 2015-2016، إذ تبدأ منافسات البطولة بلقاءين. يلتقي في المباراة الأولى كل من الداخلية مع المقاولون العرب، وفي الثانية إنبي وإنبي مع حرس الحدود. ويختلف هذا الموسم عن سابقه، إذ يشارك فيه 18 فريقا بدلا من 20 فريقا، وذلك بعد هبوط 5 فرق هي الجونة، الرجاء، النصر، الأسيوطي، والعاب دمنهور، وصعود 3 فرق أخرى هي الإنتاج الحربي، المحلة، وأسوان. وختاما مشاهدينا، نذكر حضراتكم بأهم العناوين. استمرار حصر الأصوات في المرحلة الأولى والعليا للانتخابات، تعلن النتيجة الأربعاء أو الخميس. شهيد فلسطيني جديد برصاص الاحتلال، وارتفاع الحصيلة إلى 47 شهيدا منذ بداية أكتوبر. وعشرات القتلى في سوريا، بينهم مدنيون، في ضربات روسية استهدفت اللاذقية. ختاما مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.